أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. يخيم الحزن على مجموعة كبيرة من أساتذة المغرب، يخيم الحزن على شرائح كبيرة من المدرسين وممن يشتغلون في القرى وفي المداشر وفي الثانويات لهذا المصاب الجلل. نحن لا نعترض على حكم قضائي، لا نعترض على أن أستاذا زج به في غياهب السجون، ولكن نحن نتضامن مع أستاذ أفنى شبابه وأفنى عمره من أجل مغرب الغد، من أجل هؤلاء الأطفال الذين يعلمهم أبجديات الكتابة والقراءة. المصاب جلل لأن أستاذ تيرو دانس حكم عليه بعشرة أشهر، أربعة منها سجنا نافذا وستة منها موقوفة تنفيذ، مع غرامة تقدر بأربعة ملايين. لكن الأمر لا يعدو أن يكون يعني بوصف كاريكاتوري. هذا الدل وهذه المهانات التي يتعرض له الأستاذ، مرة بالضرب في ورزازات، ومرة بالتشرميل في الدار البيضاء ومدن أخرى، واعتداء على الأستاذات. ومع ذلك الكثير منهم يتنازلون عن دعاويهم لصالح لفائدة التلاميذ، لأنهم يعتقدون جازمين أن التلميذ، أن مصلحة التلميذ هي فوق كل اعتبار. أستاذ تيرو دانس يبيت اليوم في السجن، والنفوس تكلى بالحزن، والنفوس يملأها الغضب على حالة هذا الأستاذ. لذلك من هذا المنبر نعلن تضامننا المطلق، ونقول أن السجن ليس، أن أن السجن ليس مكانا للأساتذة. لذلك يعني يبدو الأمر مريبا إلى حد ما، ويبدو الأمر يعني غير مستساغ. نحن ضد العفن بطبيعة الحال بكل أشكاله في المنظومة التربوية، حتى ولو كان عنفا رمزيا، حتى ولو كان عنفا رمزيا. فما حسبك بأن يقوم أستاذ بضرب تلميذ يتسبب يعني للتلميذ مريم ويتسبب لها يعني في شيء ما. ولكن الأساسي في هذه العملية أن الغاية أو أن القصد لم يكن القصد. يخطئ الكثير من الأساتذة، أو يغضب الكثير من الأساتذة، أو يعنف بعض الأساتذة كثيرا من التلاميذ، ولكن ما الغاية من هذا التعنيف؟ يراد به أن يستقيم الحال على الحال. يراد بهذا التعنيف أن يعود هذا التلميذ إلى جادة الصواب، وأن ينتبه ويركز عبر مسارنا التعليمي. يعني أكلنا ما يعني من العنف ومن الضرب الشيء الكثير، ولم نكن نحتج، ومع ذلك تعلمنا في صبر وأناس. لذلك يعني ما فيها بأس أن الأستاذ غضب، ما صفع تلميذا أو صفع تلميذة، ولكن فقط في حالة غضب، أو لينبه الآخرين إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الصرامة والمسؤولية. نحن ضد العنف، نقولها للمرة الألف. نحن يعني أن الأساتذة في المغرب الكثير منهم يرفضون العنف جملة
وتفصيلا. لذلك يعني يخيم الحزن على شرائح كبيرة من الشرائح من الأساتذة والأستاذات يعني على هذا الخبر المفجع، خبر أن أستاذا في المغرب حكم من أجل تعنيفه لتلميذ يراد له مصلحته، أو أن الأساتذة في كثير من ابتداء من هذا التاريخ يعني سيكون هناك نوع من عدم اللامبالاة بينك وبين هذا التلميذ. لا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا النحو. لذلك يعني ما فيها بس يعني أن تعود المياه إلى مجاريها، أن يتم يعني إخراج هذا الأستاذ من الحبس لأنه ليس مكانه الطبيعي. أستاذ تيرودانت وأساتذة آخرون وأستاذات أخريات مكانهم القسم، هذا ما يجيدونه تربية وتعليما وثقافة ومعرفة. لا نريد أن نطيل في هذه الحلقة، فقط هو فعل تضامني مع هذا الأستاذ، ويعني ونتمنى في مقبل في الأيام القليلة القادمة أن يتراجع عن هذا الفعل، لأنه يسيء إلى صورة المغرب، ويسيء إلى أساتذة المغرب، ويسيء إلى العلاقة بين التلميذ والأستاذ. رجاء وكل الرجاء الحار، مكان أستاذ تيرودانت القسم بعد تجربة طويلة جدا، في المدرسة ومع التلاميذ، لا يمكن أن يحكم يعني على فعل صغير ارتكبه. ها هي مريم يعني تعود للقسم، ولكن ما فيها بس أن يتم التراجع عن سجنه، وأن يفكر في المنظور أن هذا الفعل يسيء إلى أساتذة المغرب أجمعين. إلى هنا كان معكم عبد الله الساورة، كل المنى، وإلى لقاء متجدد بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.